البرنامج ديال الرابطة المغرب، اللقاء الأول كان مع الدكتور والكاتب صلاح السليف حول قضايا الشعب، وكان أيضا معرض للفنان التشكيلي سعيد الصغير. كنشكر كل الحضور الكرام اللي جاوا وساندونا وقفوا معنا، وكانت المداخلات ديالهم فريمون غنية، واستمتعنا بهذا اللقاء. ونتمنوا أننا نعاودوا إن شاء الله مع كتاب آخرين من مدينة العرائش. نعم، اخترت كقضية محورية الاهتمام قضية الشعر والنقد. هل يعتبر يعني هذا الموضوع هذا جوهري أو عنده يعني أهمية بالنسبة للافتتاح الموسم الثقافي؟ نعم، اخترينا هذا الموضوع، يعني الرابطة اختارت الموضوع لأنه بالنسبة لنا الوقت المعاصر والصخم اللي كتعرفوا الساحة الشعرية، لابد من أننا نوقف واحد الوقفة ونحاولوا نحدد واحد الطريق ديال الكتابة الشعرية. وخدينا الرؤية ديال صلاح بوسريف لأن عرفنا أنه يعني كتب كتب عديدة في هذا المجال اللي يمكن لنا نستقيو منه، ويمكن لنا ناخدوها يعني كمنهاج ندرسوا به. أنا كيجيني أننا ممكن تندرسوا به تنمع الكتابة الحديثة، لما لا؟ وهذا كان هذا هو يعني حتى أننا نأخذ هذا الموضوع، لأنه هو الآن الموضوع اللي كيطرح عليها والبحث فيها، ونتعاونوا عليها كلنا.